صباح الخير، على سلامتكم. مرحبا بكم عندي. دخلت عليكم اليوم بوصفة يعني منعشة، وهي شلاضة ولا اون سالاد فاغيي كومبوزي، فيها يعني حوايج طيبين وفيها حوايج خضورة كرو، يعني تولي محبوبة الناس كامل الشلاضة. وبيان سور الوقت هذا والربيع ان شاء الله، وجينا سيدنا رمضان في الصيف، يعني واحد الوجبة تاكلوها وحدها سي تخي تخي غيش. سي دي بول ماجيك ولا دي بول سوربريز. فوالا، هنايا فيها طوماطيش، فيها يعني شلاضة ورق، فيها لي كونكومبر، عندنا لي عندنا بزاف لي كورنيشون، زيتون، يعني تقدروا تديروا فيها واش تحبوا. انا برك حبيت هذوك لي بول نوري لكم فكرة من افكاري، يعني فريمون واحد الشلاضة هايلة. اللي عجبتها الوصفة وعجبته الوصفة يتفضلوا، مرحبا بكم، تشوفوا كيفاش درتها، كيفاش خرجت هاد لي بول، بمن درتها، يعني ساغست اون سالاد تري تري ريش هايلة، شلاضة غنية بالبزاف، واللي محبين الناس اللي يحبوا هاد الحوايج. بسم الله جوزو. عندنا غليت الرز، درت كاس رز غليته في الماء والملح وشوية زيت حتى طاب، يعني طيبوه ما ميلا طاب شوية زيادة واش عليه. فوالا، هنايا الرز الايتوفي هذاك المفور، كيف كيف فورت الخضروات اللي يكونوا عندكم اللي تحبوهم، درت شوية لوبيا، درت زرودية، درت بطاطا، جلبانة، يعني كامل اللي ليغوم يجو فيها اللي تحبوهم. راني نزيد هنا في المايس ولا كما نقولوا حنايا الجبار، على بالكم كامل هذو يتزوجوا وكامل يمشوا جوغ اون ماسيدوان. وهنا راني نفرغ باطا نتاع التون، تون الويل، انا ما نحيش كامل الزيت تاعها، نخلي لها شويه باش يجي هذاك الرز يعني شامخ، ما يجيش ناشف. فوالا، دونك نتوما هنايا كي تخلطوا ذوقوا، تحبوا تزيدوا حاجه اخرى زيدوا، يعني انا اكتفيت بالتون. فوالا، دونك كاين اللي ما عندهاش هاد الخضره دير باغ اكزومبل البيض مغلي مع جلبانه ولا اي حاجه، نعطيتكم الفكره. شوفوا هنايا انا لبست لي غون سي بلوس استيتيك، وراني نديرهم دي بول. الا شتو نتوما ما تلصق لكمش مليح، ديروا شويه مايونيز لداخل، انا ما درت والو كيما شفتوني، دونك راني نحاول نلمها وكيما شغل دي بول كيما راكو تشوفوا. ما كاش ما اسهل، و فريمون اون بون ايدي بريزونطابل شلاضة، على بالكم ناكلوها بعينينا قبل ما ناكلوها، والواحد كي يشوف شلاضة شابة كذا متحوفة وبيان بريزونتي، الواحد يجيه الشهية باش يدنا ياكلها. فوالا، دونك راكو تشوفوا راني ندير دي بول. عندكم رايحة نغلف هذوك لي بول بزرودية غابي، هنايا شديت زرودية هذيك الطرية كامل، ما ديروش هذيك اللي فيها المطرق لداخل الخضار ريتو، سيو تشرو ديك الطريه ونربيها في الرقيق كامل، مام اللي عندها انا شواغيتو تربيها في الرقيق باش تلصق، هذاك الخضار الدخلاني كاع ما ديروش. فوالا، يعني هي تستحق كونتيتي كبيره شويه باش نغلفوا بها كامل هذوك لي بول نتاعنا. شوفوا تاكلوا لو مول داخل ومن بعد لو كروكون على برا، صدقوني واحد الوصفه هايله. انا كي كنت نديرها في المسيد وين كنت نقري ولا في السونتر، فريمون كامل كانت تعجبهم. نفرشوا لها فراش كيما نقولوا تاع شلاضه خضراء ولا لا ليتو، ولا يعني نديروا ان بولي تاع شلاضه خضراء، ديروا فريزي كيما تحبوا. قلت لكم انا غادي نمد لكم هنا الافكار. شديت طبسي يعني مدوار وفرشت كامل، بيان سور غسلتها ونقيتها ونفطتها. فوالا، هذيك شلاضه بيان سور دائما نديروا لها قطره خل باش نشلوها، ومن بعد واش نشد شاك بول نطلي لها شويه مايونيز. فوالا، دونك هنايا باش تلصق لي هذيك، باش تلصق لي ديك الزروديه هاي باينه شويه ليجيرمون. فوالا، نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا لداخل، قلت لكم مي راكو تشوفوا عطيتكم فكره. انا بديت نخدم بالمغرفه بصح سمحوا لي، انا ش بريفير نخدم بيدي، نصيب روحي خير. فوالا، دوكا في كل واحد كيفاش يخدم، المهم نحاول نغلفها كامل بزروديه ونحط هذوك لي بول سوربريز في بلاصه فوق هذاك الفراش نتاع الشلاضه هاي باينه. نكمل يعني نحاول نغلفهم كامل بلا مايونيز هكذا،
ليجير كوش ما ديروش بزاف. فوالا هذا ما كان، اللي ما يحبش لا مايونيز يدير يطلي فرماج كيف كيف يعني، تجي ثان مليحه. فوالا المهم حاجه اللي تلصق لي هذيك الزروديه. فوالا هنايا راني نوري لكم في المقاطع، وهي ترفد الله يبارك نتاع الزروديه، قلت لكم برك ربيوها في الرقيق. فوالا هذه هي، وتستحق بزاف. انا درت واحد الرطل تاع الزروديه وهكذاك، وزدت عاود كملت درت الاخرين. مام هكذا باغ اكزومبل تحبوا تخبوا هذا لي بول مره اخرى، ديرهم في باطا غلقوا عليهم وديرهم في فريجيدر، ما يفسد فيهم والو. وغدوه من ذاك ولا عاودوا زيدوا كملوا ديروهم، يعني يجوا هايلين. ما انا ما درت والو لداخل، البيض ما درتوش، ما نحبش بزاف نخلط الطون والبيض والفرامج. انا ما نحبش، حنا بكري ما كناش نخلطوا هاد الحوايج. فوالا دائما الطون وحده، ويلا درنا فرماج تن وحده، كنديروا بيض وفرماج تولي بزاف، وكل واحد يدبر راسو. المهم راني نشبعها بهكذا ديك اختي تاع طوماطيش، نديرو ثاني زيتون ني كورنيشون، تقدروا نتوما تزيدوا اي حاجه جات في بالكم. المهم راهي اسي غيش هنايا لا ماسيدوان هذيك لداخل، قلت لكم كي تكونوا تاكلوا فيها هايله، تاكلوا حاجه لداخل ناشفه وجو دير مول طريه طايبه، ومن بعد تصيبوا هذاك لو كروكون تاع الزروديه. امنوني واحد لا سالاد هايله هايله. ها يعني راهي شابه ديجا هنايا فيو دوي كيما يقولوا. نزيدو ثاني كي ناكلوها نزيدو ثاني نستبنوها بيان سور، نشبحوها بشويه زيتون كحل، نتوما ديروا الخضر، كل واحد يدير واش يخرج عليه هو المقدور اللي عنده. وشوفوا كويس تاع الرز ما درتوش كامل، وثاني راك تشوفوا توكل عايل الله يبارك، هذوك شويه اللي ليغوم راك تشوفوا شحال دارت لي. هنا كي كملت في الوسط درت لهم شويه معدنوس، شغل حبيبات تفاح ولا حبيبات تشينا كيما راكو تشوفوا، جاوا يشبهوا الحبه تشينا. شلاضه جات ما شاء الله غنيه وهايله، سخطوا المحبين هذه الانواع اللي شفتكم بزاف تحبوا هذه الحوايج. ان شاء الله المزيد من وصفات بحال هذو باسكو طلبتوهم لي بزاف، نزيد ندير لكم ان شاء الله شلايض واحد اخرين نعمات الجايين. نقول لكم بصحتكم الى درتوها، تبقاو على خير الى الملتقى باذن الله.